السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، كلشي بخير هانيين. المهم كثير اموركم، نتمنى يكون كلشي ناشط يا ربي، وكلشي ميسر عليه الله، واللي مريض الله يشافيه، واللي باغي شي حاجه الله يكمل عليه بها، الله يعمر ربي يسر ليه فيها، واللي عنده بنيه كتقرب بحال بنتي الله يسهل ليها، واللي وليداتو صغار الله يصلحهم ليه، واللي باغا وليدات الله يعمر ربي يحن عليها ويعطيها وليدات من عنده تفرح بخاطرها. المهم الدنيا راه غير فرحه، ما الانسان اللي يدير الاخره، ما الدنيا الولاد والمال والبنون زينه الحياه. المهم كنزينوا بهم الحياه فقط. المهم انا عندي واحد الموضوع اليوم ديال العطريه، غنوريكم شويه بشويه العطريه ديال اللحم، العطريه ديال الدجاج، العطريه عادي ديال الكوكوط والطاجين اللي كنديروا عادي اللي كلشي كيديرها، العطريه ديال الرفيسه. المهم انا كلشي كنخلطو كنديرو في قراعي، كنخليه ما نكذبش عليكم كنخليه واحد المده، بعد المرات ما نجيبش العطريه على 5 اشهر، ولكن كنعمر قراعي بزاف، والزاج كيخلي العطريه مخيره 100%، يعني كتبقى مزيانه. شوفوا العطريه اللي جايبه انا دابا، ها وخدا ريحان حيدي، تنقول لها حيدي ريحان حيدي. ها هي ريحان، قولي السلام عليكم، قولي بسلام، قولي بسلام، ديري ماكا هكاك، ديروا لها بصمه. المهم انا جبت انا غير هذا راه قلت جبت كيلو ونص. المهم انا جبت كلشي كيلو ونص بزار، هادي كنجيب بزاف نيت، ما كنجيبش غير شويه، الا خدنجان القرفه كان باقي عندي انا، شو كاتبه هنا خدنجان، حتى وليا كديري في قاعه الكوفيتير راه ما فاش غندير، ما نكذبش عليكم باقي ما خديتش قراعي كبار ديال الزاج. فاش ندير هنا الزعفران شعره، هنا ندير القرفه، هذه هي ما خديتهاش كاتبه القرفه. ايوا البنات شوفوا البنات، انا راه عندي واقيلا عندي الكرون انا والباج، واقيلا هما روحي كيخدامين غير هما. المهم انا دابا غادي نخلط لكم دابا اول حاجه هي العطريه ديال اللحم، عاد نقول لكم عاد ندير لكم وحده بوحده حيت انا راسي كنصور ما كيصور ليا حتى حد، شاده بوحديتي. المهم عندنا هنايا معلقه معامرش ديال البزار، يعني معلقه معامرش هذا القياس هذا، عندنا معلقه حتى هي قولي نصها سكنجبير حيت بزاف غتعود حاره، عندنا نص معلقه ثومه غبره ثومه مطحونه، عندنا معلقه معامرش قزبر يابس سو مطحون، عندنا معلقه وشي شويه خرقوم، عندنا معلقه ديال قلت لكم سكنجبير قلتها، معلقه ديال هذه ديال سميتها بديانا وبسيبيسا، هما اللي كندير انا من في اللحم ما كنديرش قحقله، ها هي بديانا وبسيبيسا راه هما هادو بلا طحين، ها بسيبيسا هي هادي، بديانا هي هادي، هما اللي كندير في اللحم وفي الدجاج، كندير بسيبيسا وكندير قحقله كنديرهم بجوج. عندنا اختي معلقه ديال خدنجان حتى هي ما عامراش، يعني معلقه ما عامراش غير نقولوا نص معلقه خدنجان، عندنا معلقه صغيره زعفران شعره حتى هي كنخلطها معاهم، حتى هي كنديرها ضروري، انا كنضيف واحد الاضافات ديالي، كنضيف دويمات ديال الزعفران كنخلطهم معاهم باش ما جاتهمش غاري ملي في الدوام ما هبطتهمش، انا دويمات تاع الزعفران كلشي كيعرفهم باش كيعطيهم شويه اللون، حيت راه هذا الشيء ما غاديش يعطي اللون، يعني غادي يجي واحد اللون تاع ديال الزعفران، هذا ماشي ديال الزعفران، لا هذا غادي الثومه وديال الزعفران بحال هكا، هذه ثومه ولكن كاينه ديال الزعفران كنضيفهم اليوم، حيت اللون تاعها غيجي كحل، ضروري خصك تعطيها شويه ديال اللون باش يجي فيها اللون زوين، ما يجيش كحل عاوتاني. المهم انا دابا غادي نخلطها وغادي نخليكم ونرجع لكم، عندنا اختي كيصيبوا لي الشراجم تحت راه تقيب، يعني جيت لكم تسجال مع التقيب قد راه هادي متلوسي اللي عندي، راه خايفه منهم، علاش راه جالسه هنايا راه ما قدرتش تهبط. المهم بنات ها هما الدويمات عاود ضفتهم حتى هما، يا حتى هما ضروري باش حتى شويه اللون، ما غاديش نقول لكم هذا، غادي نقول لك ملون اصطناعي اي حقا، ولكن ما كاينش شي حد اللي ما كيديروش، واخا كيقول ملون اصطناعي راه كيديروه، وحيده فقط مع هاد الكميه هادي، واللي بغى يعني اللي بغى يزيد كثر كيدوبل يدوبل. شوفوا انا غادي نديرها غير بايديا، يعني ما غاديش نقول لكم لا معلقه لا زوق ليا نزوق لك. دابا وريت لكم واحد وريت لكم انا حاطه كلشي، ها حتى المولينيكس اللي طحنت فيها واحد بسيبيسا وقعقله وداكشي خليته تما، هما الميكات ها كلشي كاين هنا. المهم انا غادي نرجع لكم عاوتاني ملي نخلط هذيك نرجع لكم. ها انتم البنات، ها هي انا صايبتها
هادي جمعت، ولكن انا باقا غنصايب وحده اكثر. هادي راه غير درتها معكم باش باش تشوفوها. هذا لوسي جا كيدق عندي، المهم ها انتوما شو داير على مال تحت باش نعقل عليها. هادي باش نعقل عليها من القلبه نعرف اشنا هي. السلام عليكم، نرجع لكم عليكم السلام. المهم البنات انا نسيت لكم واحد الاضافه في اللحم انا درتها، ولكن ما هضرتش عليها. الكوزه الصحراويه معلقه صغيره، الكوزه الصحراويه معلقه صغيره، الكوزه الصحراويه وهي انا غادي نوريها لكم. انا خليت قلت للعطار عافاك خلي لي شي شويه من كل حاجه. ها هي الكوزه الصحراويه، وهذه كبابه لحت معاها شي حبات، شي ثلاثه الحبات ولا اربعه مع ديك معلقه صغيره حيت طحنتهم بوحديتهم، ومعلقه صغيره ديال القرفه في اللحم حتى هو نسيت، معلقه صغيره ديال القرفه حتى هي. المهم دابا حنا ديال اللحم حنا حيدناها، دابا غندير لكم ديال الدجاج. عندك معلقه ديال الثومه غبره، نص معلقه ديال البزار، معلقه كبيره خرقوم بلدي، بسيبيسه او بسيبيسه وقعقل، هادو بجوج بسيبيسه وقعقل. مال هاد البضيانه راه كنديرها انا غير في اللحم. قزبر يابس هو نص معلقه، الزعفران شعره عاود جوج دويمات تاع الزعفران، شويه ديال القرنفل مدقوق شويه غير شويه شويه نص معلقه راك شفتو، معلقه نص معلقه ديال سكنجبير اولا معلقه لارو حيت سكنجبير هو اللي كي المهم كيواتم تيتواتم مع الدجاج كيجي معاه زوين. ضروري انا غنزيد هذه هنا باش تعطيني اللون، ما نكذبش عليكم حيت لما كانش اللون راه ما كاين والو. اشنو تحط ديك الدغميره تحطيها مزطيه ما عندها حتى لون، ما تعرفي لا اساسا من راسها. المهم مع حيت الاضافات ديال القرفه اللي ما قلت لكمش في اللحم، وحتى في الدجاج واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه في هذا القياس ديال هذه العطريه، نص معلقه صغيره ما تفوتوهاش. شوفوها راه كنفك وكنحط حدايا، غير سمحوا لي دوك راه فكيتهم انا نصبت الحريره للدار وحطيتهم حدايا تما كاينه حيت كنخدم وكنوض. ها الفيتر باش كنكتب سكوتش حتى هو راه حدايا. ها انتما السوبيره راه جايبها على حساب داكشي ديالي انا الكثير، حيت غنسالي دابا هادو معاكم غير غنحيد هادو صافي ونصايب ديالي انا. غادي نوريكم غير ديال الدجاج وديال اللحم، وغنوريكم العطريه اللي كنخلط انا باش كنصايب باش كنصب كوكو طاجين وداكشي. بحال ما كاينش الوقت بزاف يعني غادي نطول الفيديو بزاف الا بقيت كندير في العطريات كاملين في خطره غادي نطولو بزاف. المهم انا غادي نبدا ونرجع لكم عاود منين نخلط هادشي. هادو معصومه كعادي يعني انا هادشي صافي راه حسبوه مخلط، غير هاد هذا كلكم غتقولوا لي لا ما خصكش ديري هذاك لا كلشي غادي يقولها، ولكن في الاصل كلشي كيديروا حيت كنهضروا على المواد الطبيعيه اي حقيقه كلنا بغيناها ما كرهناش، ولكن في الاصل كلشي هادشي كيديروه الناس. ولكن ملي كتجي للتليفون هكا تسجل ولا شي حاجه ولا شي يعني بنادم كيدير راسو زعما راه ورا اصلا كلشي 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 كيدير هادشي. سمحوا لي على الهضره ديالي راه اللي كاينه كنقولها، انا ما كنخبي حتى حاجه، ولكن راه كيجي زوين هادشي صراحه. حتى العطريه ديال الحريره كنت خديتها العام الاول منين خديتها مع واحد اليوتيوب هنايا كاينه بعدا سميتها كاع والله ما عقلت صراحه صدقات لي واعره قسما بالله العلي العظيم. الا قلت لكم دوك ما تثقوش الا العطريه ديال الحريره عندي دابا 3 سنين كنت عمرت 3 القراعي كبار دوك الكبارات، والحريره راكم عارفين ما كنديروهاش يوميا ولا، وقسما بالله باقي عندي دابا ما ندير شي مره ولا جوج. درتها البارح في الدار هنا لولادي ما نعاودش لكم كيفاش جات الحريره وحق لا اله الا الله لا تاكلوا فوق الشبعره ماشي كيفاش اللي مصايبه. جات واعره، جات عندي مرت لوسي قالت لي الحريره درتيها البارح فنه اشنو تديري فيها كضحك معايا. قلت لها شنو كندير فيها عادي داكشي اللي كديروا نتوما كنديروا حتى انا. قالت لي لا فيها السمن، عطاني شويه السمن عشيه ما نصايب الحريره. قلت لها نعطاك السمن ايوا وشوفي واش غتجي هكاك ولا حيت انا اللي مصايباها. المهم انا غادي ندير ونرجع لكم عاوتاني. ايوا البنات دابا ها هي درتها هنا في القرعه ديالها ديال الدجاج. هادشي قلت لكم راه غير باش وريت لكم شوفوا شوف داكشي اللي كان هذا باقي خصنا نكملوا به. ها انتما ها السميه ايوا قلبتها التليفون طاح لي عطر الدجاج محمر باش نبقى حاطه عليه ومزقيه معاها مزيان. المهم دابا هذه ساليتها، بقى لي دابا ديال الطاجين ولكن غنخلطها كثيره
ديالتي انا، وغادي نقول لكم المهم انا الحضريه ديال الطاجين غادي ندير لكم على حسابكم نتوما شويه، وانا غنخلطها كثيره وغادي نصور لكم ديك الساعه، ما غاديش نقول لكم حيت غنعود انا مديره فيها بزاف ديال العطريه. ثمن الفيتر شوفي حطيناه يا ولا لا ما كاين باس، انا راه قلت لكم عندي كلشي، عندي كلشي على طبيعته، ما شنو على القراعي اش حاطه حدايا عاود ثاني ها بنتي كتجبي الزعفران جاب لي ميكا ديال كنور، كلشي كلشي عاود القراعي ديال العطريه اللي باغا نعمرها هبطت من هي راه مثلتي عا خلي تما تنعمر ونرد في البلاكار. المهم نتمنى هادشي يكون عجبكم، وانا غادي ندير شويه وعاود نرجع لكم. وحاجه البنات القرفه غتقولوا شي درتيها حتى في الدجاج، درتيها حتى في اللحم القرفه في الدجاج، درت غير شويه غير النسمه وفي اللحم درت، وقسما بالله غنقول لكم القرفه فاش كدار كلشي غادي يقول لي او القرفه كنديرها حتى في العطريه ديال الحليله ملي كنخلطها، غير ماشي كندير واحد العران باش تولي غير القرفه، لا القرفه والكرويه كنديرهم في الحريره انا كيجيو المهم تتعطي واحد النسمه للحريره واحد المذاق والله ما نعاود لكم عليه. وزيدهم كاع فوق هادشي كامل كيقول لك الطياب، اشنو الطياب؟ الطياب نفس كما كيقولوا المصريين، الطياب كيخرج من القلب، الا ما كانش خارج من القلب ما كيكونش ما كيعبرش على شي حاجه زوينه. البنات هذه راه كنمسح في يديا باش صفيره هاد الطبسيله البنات اللي قلت لكم ما عرفتوش ديال من ندير شي وحده في جاراتي الله اعلم اش جا كيدير هنا، طلعت ليا مرت لوتي قبيله ما عرفتش منين دبرت عينيش اش كان عندها فيه وجابته، هو باقي هنا تسمع فيكم ما عرفناه ديال ما ان شاء الله. المهم غندير واحد شويه ونرجع لكم، يلا كل مره شويه ونرجع لكم شويه ونرجع لكم، قول لنا غير سيري قول لي غير سيري عطينا ابتساع دعيناك الله قويتي علينا الهضره فقوت الهضره. المهم نتمنى كلشي اللي شاف هذا الفيديو وعجبو يدير لنا شي تعليق واشتراك ولايك، ونتمنى القناه تكبر يجي واحد النهار وتكبر صراحه، دابا كنتمحنوا بزاف ولكن الله غالب يعني راه غير بنادم غير ما تقولوش كلشي اللي عنده اليوتيوب ولا اللي عنده دوك النقيطه الصفراء راه كيتخلص، راه ما كيتخلص ما والو، راه غير النقطه الصفرين كيحطوهم لي وراهما اللي كيتخلصوا، حنا غير كنتشمشوا. البنات هادي دابا العطريه ديال الكوكوط ديال الطاجين طاقه وخيزو جلبانه كما كيقولوا لفت الصفر لفت المحفور كلشي كنديرو فيه البسباس شيفرو اي خضره اي خضره درتيها في كوكوط بنتي راه غير كتعرم فوقي ما عرفتش بغات تبقى تحط هادشي فوق مني انا. المهم هادي المخلطه المخلطه فيها كلشي عليا ما يديوش عليا، المهم حاطه كلشي قدامي تنسالي غير غنجمع هاد الروينه. هادي اختي التحميره الفلفله الحمراء كيقولوا فلفل احمر يعني تحميره عادي، انا دايره هنايا معلقه ونص هاد الخرقوم دايره جوج، هادي معلقه نص معلقه ديال الثومه عبره ضروري باش كتجي تاني الخضره كتجي بنينه ماشي غير التحميره هادي صافي، معلقه لا رب زهر معلقه كبيره سكينجبير معلقه لا رب قزبر مطحون، هادي مخلطه كلشي هنايا شويه بسيبيسه شويه قعقله شويه بضيانه شويه كبابه شويه كوزه صحراويه الكوزه العاديه كلهم شوي 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 تعطوني معلقه صغيره درتها هنايا، هادو الضويمات ديال الزعفران هادشي هكا كله غادي نخلطو، ما غاديش هذا ما غنديرش معاهم الزعفران شعره لحق الزعفران شعره راكم عارفين شويه غالي يعني الانسان غير للدار، غنزيد واحد نص معلقه ديال القرفه غير نص معلقه غير راس المعلقه صافي، هذه هي ديال الكوكوط ديال الطاجين ديال كلشي ملي كتخلط ومني كتعودي تنصبي منها معلقه جوج على حساب القياس تاع الناس والله حتى كتجي واعره وكتجي ساهله كتبقاي تصايب تحكي غير التومه الربيع راكم عارفين كنطحنو نديروه في الفريغو كتجيك انا المهم كيجيني ساهل ما كنبقاش نبقى نهز من خرقوم ولكن دائما كيكون عندي خرقوم سكينجبير بزار حاجه 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 بوحدها على حساب لا المهم شي حاجه ما كتحتاجش هذا الشيء. المهم البنات نتمنى هذا الشيء يكون عجبكم، انا غادي نخلط لكم داك الشيء هو هذاك راه قلت لكم داك الشيء كله تقليدي نفس التبصيل خلط لكم فيه كلشي كلشي عب اليد راه ما كاينش نتمنى هادشي يعجبكم البنات، حتى واحد فيكم ما يقول واش هادي شكاع تخربق وتلوح لينا، غير ديروا هادشي اللي قلت لكم ونصبوا به جربوا غير بالنص، واللي ما عجباتوش يجي يكتب ليا في الكومونتير راك ما كتعرفي والو راك غير كتخربقي. المهم هادشي اللي بغيتكم ديروا معايا، المهم اللي ما عجباتوش يجربها ويرجع ليا ونصب واحد الكوكوط ولا واحد الطاجين ريحتو تعطيك من راس ديال الدرب راه مرجع الطاجين مصايبه فوق كيطيب ولا الكوكوط راه كطيب راه ناصبه. المهم هادي حتى هي غادي نديرها وغنديرها في القرعه ديالها وحتى هي نكتب عليها هنا بالخضره واللحم باش ما نتلفش، وعاد دابا غنخلط انا العطريه ديالي. يلا دابا نخليكم على خير ونتمنى لكم الخير ونتمنى والله الا بقيت داويه تشحفت اسمحوا لي والله فمي شاف درت عييت نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير دائما في حياتكم الزوجيه مع اولادكم مع عائلاتكم
الله يوفقكم كلشي للخير يا ربي، ونتمنى الناس اللي برا تا هما مساكن يجيو هاد الصيف ان شاء الله يفرحوا معانا ونفرحوا معاهم. نتمنى بنيتي تا انها تاخذ دوريقات ديالها وتجي السيجور ديالها وتجي عندنا ان شاء الله. توحشت صراحه، توحشت بزاف 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 قسما بالله لربي اللي عالم بيا. الا غير هاد واحد شويه هذا جلست تنحضر الفران تنصيف الخبز والله تبكيت قسما بالله، لحقاش توحشت بزاف ما نكذبش عليكم. ما مالفاش بنتي انا كتبعد عليا، اول مره كتبعد عليا بنتي، ولكن غالب الله على حسب المستقبل ديالها وقرايتها. الله يوفقها في حياتها، بنتي مرضيه ومهديه، الله يعاونها ويعينها ويكون يعاونها وين هي وجميع وليدات المسلمين اللي متغربين تما وكاع المغاربه والعرب اللي متغربين تما. يلا خليتكم على خير، ونتمناكم تشتركوا معنا وديروا لايك وتعليق. خليتكم على خير وبخير، نتمنى لكم الصحه والسلامه يا ربي ان شاء الله، هي احسن حاجه. يلا باي باي، تهلاو مره اخرى ان شاء الله.